اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن كيدار اجيلك، يمكن تابعنا المباراه، يعني شاهد التباين الفني ما بين الفتره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، راي حضرتك ايه في المباراه؟ طبعا الشوط الثالث السكور طلع 53-28، الريتم الماتش ابتدى يعلى شويه والاداء اللعيبه ابتدى يخش في الهارموني مع بعض. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا نادي سبورتنج بيحاول يعمل كومباك، بس طبعا عنده اصابات كتيره وكي بلايرز مش موجودين. الاهلي ابتدى يلعب بالعناصر اللعيبه اللي بدا بمجموعه معينه وابتدى ياخد السلكت اللي هم اللعيبه الفايقين، فطبعا الشوط الثالث فرق جامد جامد بالنسبه للنادي الاهلي، وكملوا الماتش لغايه ما وصل السكور الشوط الرابع 76-44. فطبعا ده اداء بطولي ويا ريت نمشي على الريتم دوت. طب شايف الاهلي يعني 76 بوينتس في الجيم دي معدلاتنا تهديفيه طبيعيه صح كده؟ طبيعي طبيعي. يعني احنا كنا قلقانين، يمكن الشوط الاول والثاني حاطين 30 نقطه، الثالث والرابع حاطين 46 نقطه بالظبط بالظبط. ده يعني في حد ذاته يديك مؤشر انه الناحيه الهجوميه تحسنت كثيرا. طبعا الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه برضو، اللي خلى برضو النادي سبورتنج ان هو متكتف، ان هو مش قادر يجيب باسكت. في كي بلايرز كتيره قوي طبعا انا مبسوط منهم في بادائهم. زي مين النهارده يا كابتن؟ النهارده كان عمرو الجندي، انا شايف ان هو الكامباك بتاعه هايل، ابتدى يفوق ويبتدى يلعب بمستوى اللي احنا متعودين عليه. طبعا انا مبسوط من عبد الله النصر، ان هو طبعا لعيب كويس جدا وابتدى يعمل جود ريباوند وديفندر بقى هايل وبلوكر. وطبعا عمر طارق طبعا كل ما بنعرف ننزل له الكوره والفيد انسايد بيخلص كوره كويس قوي. وطبعا اللعيب اللي طبعا لنا احنا كلنا متفقين عليه مايكل كي بلاير تومسون، النهارده عمل فيري جود اسيست، سيلكتيف شوتس، ديفنس هايل جدا. ومحمد ابو النصر طبعا كم باك من اصابته وعمل فيري جود ديفنس النهارده، فده طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا.